السلام عليكم يا شباب، السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في الحصه تقريبا السادسه. هنا بنتكلم على النيوكليك اسيدز، سامر شرح كالعاده، وبعد كده الواجب افكار المعاصر والاذر سورس زي ما احنا متعودين كده. النيوكليك اسيدز هي الماده الوراثيه بتاعتك. عندي نوعين من النيوكليك اسيدز، عندي حاجه اسمها دي ان ايه، وعندي حاجه اسمها ار ان ايه. افضل طريقه تذاكر بها الموضوع ده انك تجيب ورقه بيضاء وتقسم الموضوع نصين، تقسمها نصين دي ان ايه بجنب، ار ان ايه بجنب. اسم العلم للدي ان ايه دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد، الار ان ايه ريبونيك اسيد. طيب الدي ان ايه دوره ايه؟ كاري اور جينيتيك انفورميشن، ترانسفير الجينيتيك كاركتر فروم ذا بيرنت تو اوف سبرينج، من العيال من الاباء للولاد. تمام، كنترول اور جينيتيك كاركترستكس، بيدير صفاتك، يعني هو اللي يخليك عصبي، هو اللي يخليك متنرفز، هو اللي يخليك حنين ومسهوج زي الستات، طويل رفيع تخين رفيع، طويل قصير تخين رفيع، دي كلها مسؤوليه الجينيتك ماتيريال اللي هي الدي ان ايه. امال الار ان ايه مستر كوبي للجينيتك انفورميشن، يصور الدي ان ايه ويتحرك من النيوكليس يروح للسيتوبلازم عشان يبدا عمليه تصنيع البروتين اللي هو الصفات بتاعتك، اللي هو الكاركتر بتاعتك. طبعا انا شرحت دي بالتفصيل في الايه، في السيشن نفسه او في الحصه الاونلاين، اللي عايز ياخد معانا اونلاين يعني ويشوف الكلام ده. فانا بعمل سامر بس دي ان ايه ساينتفك نيم يمين، ساينتفك نيم ايه شمال، للدي ان ار للار ان ايه. دي ان ايه كاري اور جينيتيك انفورميشن، ترانسفير فروم جينيتيك كاركتر، ترانسفير شايل معلوماتنا، بيتحرك من جيل للتاني. تمام، بيدير كل حاجه تخص جسمك، انما الار ان ايه بيساعد في عمليه اظهار الصفه. طيب مستر افرق ما بين الاثنين ازاي؟ تفرق ما بين الاثنين بكذا حاجه، يعني اللوكيشن بتاعنا مثلا، يعني الدي ان ايه، الدي ان ايه بتاعنا بيبقى موجود جوه النيوكليس في شكل كروموزومز. طب الار ان ايه يا مستر فورمد انسايد نيوكليس فروم دي ان ايه ذن ترانسفير تو سيتوبلازم، فيبقى الدي ان ايه بيبقى موجود جوه الكروموزوم جوه النيوكليس. الار ان ايه بيتعمل من الدي ان ايه، يتنسخ من الدي ان ايه بعمليه اسمها ترانسكريبشن، ويطلع من النيوكليس يروح للسيتوبلازم، يبقى واحد موجود في الكروموزوم جوه النيوكليس وواحد موجود في قلب السيتوبلازم. ماشي يا مستر، كفيف انا ومش شايف الاماكن يا مستر. حبيبي جميل، تقدر تفرق ما بين الاثنين من خلال النمبر اوف ستراند، عدد الشرايط. عدد الشرايط ازاي يا مستر؟ الدي ان ايه دبل ستراند، الار ان ايه سنجل ستراند. الدي ان ايه دبل ستراند، الار ان ايه سنجل ستراند. مستر فرق تاني، تفرق ما بينهم من نوع النيوكليوتيد اللي موجوده فيهم. الدي ان ايه عنده اي تي سي جي، الار ان ايه اي يو سي جي. مستر ماشي، حاجه تانية يا مستر، افرق تاني ازاي؟ فرق من نوع الشجر اللي موجود فيهم. الدي ان ايه عنده شجر اسمه دي اوكس ريبوز شجر، الار ان ايه عنده شجر اسمه الريبوز شجر. لو انت خدت بالك الريبوز رمزه سي 5 اتش 10 او 5، الدي اوكس ريبوز سي 5 اتش 10 او 4. ماشي كده، يبقى انا بفرق ما بين الايه الدي ان ايه والار ان ايه، ده وظيفته كذا ده وظيفته كذا. ده اسمه العلمي دي اوكس ريبونيوكليك اسيد، ده اسمه العلمي ايه ريبونيوكليك اسيد. طيب نوع الاستراند، عدد الاستراند دي ان اي دبل ستراند، الار ان اي سنجل ستراند. نوع الشجر دي اوكس ريبوز في حاله الدي ان اي سي 5 اتش 10 او 4، في حاله الار ان اي سي 5 اتش 10 او 5 اللي هو الريبوز شجر. نمبر اوف ستراند يا مستر، عدد الاستراند دي ان اي دبل ستراند، الار ان اي سنجل ستراند. خلي بالك في حاله الدي ان اي باستمرار الاي اللي هو بتتجوز التي والجي بتتجوز السي، كنا بنقول البيز بيرنج رول. احمد وتهاني جمال، احمد وتهاني جمال وسعيد. احمد اللي هو الادينين بيتجوز تهاني اللي هي الثيمين، جوانين اللي هو جمال بيتجوز سعاد اللي هي السيتوزين. في حاله الار ان ايه الاي بيجي معاها اليو والجي بيجي معاها السي. اللي بيميز الدي ان ايه بريزنس اوف تي، واللي بيميز الار ان ايه بريزنس اوف يو. خلي بالك ان الاي بتعمل ارتباط مع التي بدبل هيدروجين بوند، والجي بترتبط مع السي بتريبل هيدروجين بوند. دي كانت اهم الافكار الرئيسيه اللي عندك في الموضوع، لكن عندنا بقى شويه حاجات تانية كده اللي هي حل الايه، حل الاسئله. فين حل الاسئله؟ يلا نسمي اللي نشوف كده يا رجاله ونبدا معانا المعاصر. ادي النيوكليك اسيد ولا ثانوي نيوكليك اسيدز، ادي مصدر المعاصر، ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا كده يا رجاله عشان بس نراجع معانا ومع الملزمه ونشوف الترتيب ماشي زي ما هو ولا. واتش اوف ذا فالونج ريبريزنت سيميلاريتي امونج نيوكليوتايد، ايه اوجه الشبه ما بين النيوكليوتايد؟ البيلدنج شوجر، طبعا غلط غلط ليه يا مستر؟ الدي ان ايه الشوجر بتاعه سي 5 اتش 10 او 5، الار ان ايه سي 5 اتش 10 او 5،
يبقى الجملة دي ايه؟ غلط. type of nitrogen ال D N A T C G ال R N A A U C G غلط. phosphate group صح. دي السيميلاريتي ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، عرفت منين؟ موجوده في حاله النيوكليوتيد بتاعت الدي ان ايه وموجوده في حاله النيوكليوتيد بتاعت الار ان ايه. سايت اوف بريزنس ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا مستر؟ الدي ان ايه موجود جوه الكروموزوم جوه النيوكليوس، الار ان ايه موجود في قلب السيتوبلازم. وده اول سؤال. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ ذا اوبوزيت فيجر اف يو نو ذات نمبر 1 از مونوساكرايت، حلو، شوجر هوز ستراكشر سي 5 اتش 10 او 5. يبقى شكرا، التركيب ده مين؟ دي ان ايه، لان الشجر دي اوكس ريبوز شجر، ما ينفعش ار ان ايه، لان الار ان ايه يبقى سي 5 اتش 10 او 5. هنا بقى واتش اوف ذا فالون دازنت خلي بالك ريبريزنت ستراكشرال يونت اوف نيوكليك اسيد ذات از يوزد ان سينثايز اوف ايه لو سمحتوا، سينثايز اوف ايه، بروتين. ركز بقى الله يرضى عليك، دازنت ريبريزنت ستراكشر يوزد تو سينثايز مين لو سمحتوا، تو سينثايز بروتين. مين النيوكليك اسيد اللي انا بستخدمه في تصنيع البروتين؟ الار ان ايه. طب مين ما ينفعش يبقى موجود في الدي في الار ان ايه؟ التي، لان التي ده مسؤوليه الدي ان ايه. خلي بالك مين ما ينفعش يبقى موجود في النيوكليك اسيد اللي بيستخدم في تصنيع البروتين؟ انا عندي اتنين نيوكليك اسيد دي ان ايه ار ان ايه، مين بيستخدم في تصنيع البروتين دايركت كده؟ الار ان ايه، لان الخطوات دي ان ايه يعمل الار ان ايه، الار ان ايه يعمل البروتين، دي ان ايه يحصل ترانسكريبشن للار ان ايه يتنسخ يبقى اسمه ار ان ايه، يتصور الار ان ايه يحصل له حاجه اسمها ترانسليشن تدرسها ان شاء الله لما تبقى في ثانويه عامه، تمام، فيبقى اسمه بروتين. فاللي بيعمل دايركت كده البروتين الار ان ايه. مين بقى ما ينفعش هنا يبقى في الار ان ايه؟ طبعا تي، لان التي دي مسؤوليه الدي ان ايه او تبع الدي ان ايه. السؤال اللي بعده which of the following represent carbohydrates in the structure of RNA molecule، تمام، RNA طبعا الريبوز، الريبوز هو نوع السكر اللي موجود في الار ان ايه. What is the number of hydrogen atom in the sugar that enter the structure of DNA؟ 10. ال RNA C5، ال DNA C5 H10 O4. يبقى الهيدروجين بتاعي كام؟ 10. Nucleotide containing adenine in DNA differ from nucleotide containing adenine in RNA فين؟ في نوع الشجر. يعني انت لما تجيب ترسم نيوكليوتيد ادينين في حالة الـ DNA ونيوكليوتيد أدينين في حالة الـ RNA، ده RNA ها ده DNA، تفتكر إيه الفرق ما بينهم؟ فوسفيت؟ لأ واحدة، يبقى الفوسفيت ما تنفعش. هيدروجين تعالى، نيتروجين بيز، أدينين أدينين، يبقى الشجر هنا الشجر C5 H10O4، هنا الشجر C5 H10O5، يبقى إيه الفرق اللي ما بينهم؟ كربون واحد، الهيدروجين واحد، الاكسجين هو اللي مختلف. يلا يا حبيبي، which of the following matches with DNA in the element that enter in its structure؟ مين هنا شكل الدي ان ايه في الاليمنت بتاعته؟ واحد لا قول لا اله الا الله، الدي ان ايه الاليمنت بتاعته كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فوسفورس، دول كلهم موجودين في الدي ان ايه. السليلوز ما فيهوش نيتروجين ما فيهوش فوسفورس. طيب الفاتس يا مستر ما فيهاش فوسفورس وما فيهاش نيتروجين، الفوسفوليبيد هي اللي صح، لان الفوسفوليبيد فيها كربون وهيدروجين اكسجين وفيها نيتروجين مجموعه الكولين وفيها فوسفيت جروب، فهي الفوسفوليبيد. الهيموجلوبين فيه حديد، الحديد ده مش موجود في الدي ان ايه. From the following figure number 1 2 3 represent a chemical bond that between molecules with each other. عايز ترتيب بقى، اتنين امينو اسيد ماسكين مع بعض دي بيبتايد بوند، اتنين دي كوفيلنت ماسكه ما بين دي مجموعه النيتروجين بيز وده الشوجر كوفيلنت ودي الفوسفيت وده الشوجر كوفيلنت. فخلي بالك يبقى انا عندي الترتيب 1 2 3 بالترتيب، 1 2 3 بالترتيب، بيبتايد كوفيلنت كوفيلنت. خلي بالك عشان انا هحط لك السؤال ده في الكويز بس كده اقول لك ايه، رتب لي 2 1 3 فترجع ايه، يبقى الترتيب لو انا بقول لك رتب 2 1 3 فيبقى كوفيلنت بيبتايد كوفيلنت، تطلع انت متخلف تقول لي يا مستر انت حلل السؤال في الفيديو كذا ومحطوط في الكويز تاني، انت اللي متخلف، انا هنا بجاوب 1 2 3 في الكويز ممكن اخليها 3 2 1 او 3 2 3 1 2 على حسب انا عايز ارتب، فانت بس ما تبقاش حفيظ. بيقول يلا مش مشكله، دي ان ايه مالكل ديفر فروم ار ان ايه في ايه؟ الدي ان ايه مختلف عن الار ان ايه في ايه؟ طبعا بقى خلاص ظهرت قدامكم، الدي ان ايه موجود جوه النيوكليس والار ان ايه موجود جوه السيتوبلازم، بريزنت ان ذا نيوكليس اند سيتوبلازم.
تمام. يبقى الدي ان ايه بيبقى في النيوكلس بس، ما ينفعش يبقى في السيتوبلازم، لكن الار ان ايه يتعمل في النيوكلس ويروح للسيتوبلازم. شوف الباقي بقى، دي ان ايه كونسيستس اوف تو سنجل ستراند، طبعا غلط، لازم اتنين. دي ان ايه كونتين 4 تايبس اوف نيوكليوتايد والار ان ايه 5 تايبس، طبعا غلط لان الار ان ايه 4 تايبس برضه. دي ان ايه كونتين يوراسيل بيز، دي ان ايه في اليو طبعا الجمله غلط، ودي ان ايه في التي طبعا الجمله غلط. فروم ذا فولوينج فيجر، تعال نشوف الاسئله. هنا بيقول لك ايه؟ فروم ذا فولوينج فيجر which represent nucleotide of DNA، اللي ينفع يبقى الدي ان طبعا التي اللي هي رقم 2، استنى والجي كمان، لان السي ادس دي السي دي تنفع تبقى موجوده في الدي ان، ودي تنفع تبقى موجوده في الدي ان، دي استحاله تبقى موجوده في الدي ان. فاللي ينفع يبقى موجود في الدي ان ايه 2 و3. نشوف السؤال اللي جاي اهو نفس الفكره، which of the following nucleotide can be present of RNA، في حاله الار ان ايه، في حالة الـ RNA واحد تنفع وتلاتة تنفع، لأن الـ RNA في U في C وفي G وفي A لكن ما فيهوش T، فخلي بالك واحد وتلاتة تنفع. السؤال اللي بعده أهو نشوف، which of nucleotide of the DNA which of the following represent nucleotide of nucleic acids DNA و RNA، مين ينفع يبقى موجودة في الـ DNA وفي الـ RNA؟ طبعا تلاتة اللي هي C بس، اللي هي C بس هي اللي تنفع تبقى موجودة في الحالتين، لكن التي موجوده في الدي ان ايه، اليو موجوده في الار ان ايه بس. دي ان ايه سيميلر تو سايروكسين ان بريزنس اوف، اقف وفكر، الدي ان ايه شكل السايروكسين في ايه؟ فوسفورس؟ لا، الفوسفورس موجود في الدي ان ايه ومش موجود في السايروكسين. النيتروجين تعال نشوف، النيتروجين موجود في الاثنين، النيتروجين موجود في الاثنين، الدي ان ايه موجود عنده النيتروجين بيزز فيها النيتروجين والسايروكسين امينو اسيد فيها الان اتش 2، فيبقى النيتروجين موجود في الاثنين. طيب الايودين، الايودين انت عارف ان هو موجود في السيروكسين ومش موجود في الدي ان ايه، الايرن مش موجود في الاثنين، فانا بقول لك ايه الحاجه اللي موجوده في الاثنين، اللي موجود في الاثنين النيتروجين، النيتروجين موجود في الدي ان ايه جوه النيتروجين بيزز وموجود جوه السيروكسين في الامينو جروب بتاعت الامينو اسيد. The genetic traits are transferred from parent to offspring through DNA. دي ان ايه اللي بيحرك المعلومات الوراثيه من البيرنت للاوف سبرينج، الدي ان ايه سيكونس اوف دي ان ايه اللي هو اختيار رقم دي. شوف السؤال اللي بعده كده، بيقول لك ايه appearance of genetic trait occurring inside ايه according to مراحل تكوين الصفر. مراحل تكوين الصفر خلي بالك دي ان ايه يتنسخ يبقى اسمه ار ان ايه، والار ان ايه يبقى اسمه بروتين. معلش سيبك بقى من اللي ظهر كده، ها دي ان ايه الاختيار سي، الاختيار سي يا رجاله، سيبك من اللي ظهر، الاختيار سي دي ان ايه يبقى ار ان ايه والار ان ايه يبقى بروتين، دي ان ايه يبقى ار ان ايه والار ان ايه يبقى بروتين. حماد شوف بقى اللي بعده كده، certain enzyme breaks covalent bond that are present in دي ان ايه molecule، في انزيم بيكسر الكوفيلنت بوند اللي موجوده جوه الدي ان ايه molecule. What happens on treating the nucleotide of DNA with this enzyme؟ بص يا حبيبي، ادي النيوكليوتايد ده، ده الشوجر ودي فوسفيت ودي نيتروجين بيس، حلو الكلام، نيتروجين بيس نيتروجين بيس، فين الكوفيلنت؟ دي كوفيلنت ودي كوفيلنت، في كوفيلنت ما بين النيتروجين بيس والشوجر، وفي كوفيلنت ما بين الفوسفيت والشوجر. فانا بقول لك في انزيم بيكسر الكوفيلنت، ايه نتيجه اضافه الانزيم بقى على النيوكليوتيد؟ البوند دي تتكسر والبوند دي تتكسر. فلو انا حطيت انزيم بيكسر الكوفيلنت بوند، معنى كده ان انا هفصل الفوسفيت عن الشوجر وهفصل النيتروجين بيز عن الشوجر، فكاني هفك النيوكليوتيد لثلاث اجزاء، شوجر لوحده، نيتروجين بيز لوحدها، فوسفيت جروب لوحدها. Each of nitrogen base and phosphate group will separated from nucleotide، لأن هم دول اللي ماسكين بالكوفيلنت. هات لي اللي بعده يلا. بقول لك إيه؟ What is the function what is the function of polymer that resulted from combination of a number of monomer that one of them illustrated in the following diagram؟ حلو. إيه وظيفة المركب اللي هيطلع من ارتباط مجموعه من الشكل ده؟ ده مونيمر، ده نيوكليوتايد، لو ربطتها مع بعض تديني ايه؟ تديني دي ان ايه او ار ان ايه. بيسالك بقى ايه وظيفه الدي ان ايه او وظيفه الار ان ايه؟ واحده واحده، انتاج الطاقه مالناش فيه، انرجي برودكشن مش بتاعته.
طب انترنج انفورميشن اوف ستيرويد؟ لا طبعا. كارينج جينيتك انفورميشن بالظبط، هو ده الدور بتاعه، سواء كان دي ان اي او ار ان اي، يشيل معلومات وراثيه. طيب السؤال ال 16، وين ا ليفنج سيل فروم توباكو ليف؟ توباكو ليف ده النبات اللي بيتعمل منه السجاير، تمام. جرو ان نيتريتيف ميديوم كونتيننج راديو اكتيف نيتروجين ان 15. وي فايند ذات اول ذا فولوينج ستراكشر كونتين راديو اكتيف نيتروجين اكسبت. بص جبنا، هنفترض ان دي ورق نبات التوباكو، القلم ده ورق نبات التوباكو، حطيناه في قلب ميديوم زي الازازه دي كده، حطيناه، الميديوم ده مليان مليان ان 15 اللي هو نيتروجين مشع يعني. فالنبات ده قعد يكبر، وهو بيكبر بيتغذى على ال N15، معنى كده ان ال N15 ده هيخش في كل مكوناته. طب حلو، بيقول لك بقى ال N15 ده هيخش في كل المكونات ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ اي مكون من مكونات النبات فيه نيتروجين المفترض هيدخل فيه N15. اتاني، اي مكون من مكونات البلانت فيه نيتروجين هيخش فيه راديو اكتيف نيتروجين. حلو الكلام؟ ماشي. يعني مين اللي هيدخل فيه؟ تعال نشوف. السيل ممبرين فيها نيتروجين طبعا، صح. ليه؟ لان السيل ممبرين فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد فيها مجموعه الكولين، والكولين فيها نيتروجين، يبقى معنى كده ده هيبقى فيه نيتروجين. طيب تعالى بالراحه، السيل وول هيدخل فيه نيتروجين؟ لا، لان السيل وول سيلولوز، والسيلولوز عباره عن كربون وهيدروجين واكسجين فقط، السيلولوز كربوهيدرات، فكربون وهيدروجين واكسجين فقط، ما فيهاش ايه؟ نيتروجين، فبالتالي مش هلاقي فيها نيتروجين اطلاقا. طيب البيومين انسايتوبلازم هلاقي فيه نيتروجين، لان الالبيومين بروتين، والبروتين امينو اسيد، والامينو اسيد فيها الان اتش 2، فالان دي هتبقى مشعه. دي ان ايه؟ طبعا ما هو الدي ان ايه في النيتروجين بيزز، سواء كانت ادينين او جوانين او سيتوزين او ثايمين، ودي كلها مركبات نيتروجين، فهيبقى فيها نيتروجين مشع. فخلي بالك، الله يصلح لك الحال، يبقى كل الناس دي هيدخل في تركيبها الراديو اكتيف نيتروجين ما عدا السيل وول، لانه عباره عن كربوهيدرات، والكربوهيدرات ما فيهاش نيتروجين يا رجاله، لكن السيل ممبرين في فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد فيها مجموعه الكولين، ودي فيها نيتروجين. الالبيومين ده بروتين في مجموعه الامينو، ودي فيها نيتروجين. الدي ان اي في نيوكليتايد، والنيوكليتايد فيها حاجه اسمها نيتروجين بيز، ودي فيها نيتروجين. فالكل هيبقى فيه راديو اكتيف نيتروجين ما عدا السيل وول. اه حلو السؤال ده، بيقول لك باي يوزنج ذا فولوينج دايجرام ويتش تشويس ذات از بريزنت ان ذا تيبل از كوركت. جايب لك مركب كبير بوليمر وبيتفك يديك حاجات زي بعضها مونيمر صغيره. طيب بوليمر، مين من دول بوليمر؟ خلي بالك دي ان ايه بوليمر، ان البولي بولي بيبتايد تشين بوليمر، الامينو اسيد مونيمر ما تنفعش، النيوكليوتايد مونيمر ما تنفعش، يبقى ايه وسي بره اللعبه، خلاص غلط. ايه وسي بره اللعبه، خلاص غلط. واحد بوليمر حاجه كبيره، فاختار حاجه كبيره قدامك، بولي بيبتايد تشين والدي ان ايه حاجه كبيره. طيب اتنين بقى، هل البولي بيبتايد تشين لما فكها تديني فاتي اسيد؟ لا، المفروض تدي امينو اسيد، فالاختيار ده غلط. طب نشوف دي صح ولا مش صح. 1 دي ان ايه يمشي، طيب لما يتفك الدي ان ايه يدي نيوكليوتايد؟ طبعا صح، يدي النيوكليوتايد ويبقى زي الفل، فالاختيار دي هو الاختيار الصح، الاختيار دي هو الاختيار الصح يا شباب. 18 يا شباب بيقول لك ايه، if you know that adenine bind to cytosine and guanine bind to cytosine، الادينين مع الثايمين والجوانين مع الثايتوزين، in the double helix of DNA. جاوب بقى يا كبير، percentage is always equal between، مين قد مين؟ الادينين قد الجوانين؟ لا. الثايمين قد السيتوزين؟ لا. الادينين قد الثايمين، اللي هو احمد قد تهاني، وجمال لازم يبقى قد سعاد، فاحمد لازم يبقى قد تهاني، ما مش ضروري جمال يبقى احمد وجمال قد بعض، ولا تهاني وسعاد قد بعض، هو A equal T اهو. Which of the following graph doesn't express DNA structure according to nitrogen bases؟ على طول الدي هو اللي غلط. ليه يا مستر غلط؟ صلى على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا عارف ان في حاله الدي ان ال A equal T وال G equal C. لو بصيت على الحاله واحد، A اهو قد T اهو، G قد C، يبقى الدياجرام ده صح. B بص برضو، A قد T، G قد C. بص هنا، A قد T، G قد C. كله صح. بص على دي، ال A أصغر من ال T وال C أكبر من ال G، فده اللي غلط، ده اللي غلط.
What is the molecular structure of deoxyribose 5H10O4؟ معروفة دي بقى. هنا بيقول لك ايه؟ The following table represent element that elements entering in structure of four chemical components. ماشي، compound. Which of the following compound represent an organic compound which is responsible for controlling the shape of animal. اقف. مين الكومباوند اللي مسؤول عن controlling shaping of animal؟ ال DNA. كنترول الشيبنج، الشكل والكاركتر دي ان ايه على طول. مين الكومباوند اللي مسؤول عن الشيبنج؟ الدي ان ايه. طب الدي ان ايه ايه مكوناته؟ في كربون، طبعا في كربون. في اكسجين، طبعا في اكسجين. في هيدروجين، طبعا في هيدروجين. في نيتروجين، طبعا في النيتروجين بيس. في فوسفرس، في مجموعه الفوسفيت. فيبقى مين في دول بيمثل الدي ان ايه؟ دي، لان الدي ان ايه الاليمنت اللي فيه كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فوسفرس. تاني، كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فوسفورس، ده اللي بيمثل الدي ان ايه. تمام، بس ما ينفعش ان ما فيش فوسفورس، يقول لك الفوسفورس مش موجود. طيب بما ينفعش عشان قال لك النيتروجين مش موجود، وانت عارف الدي ان ايه لازم يبقى فيه نيتروجين. طيب برضو 1 ما ينفعش عشان الايه؟ الفوسفورس مش موجود. يلا يا حبيبي، 21. The opposite diagram represent DNA structure. Which of the following choice represent number 1 و 2 و 3 respectively. 1 ده الشجر اللي هو ديوكسرايبوز شجر. تمام، عرفت منين ان ده ديوكسرايبوز مش وارد يبقى ريبوز؟ حمار انت، يالا. ما هي الرسمه اللي قدامك دي ان ايه، هو الراجل قايل لك الدي ان ايه، وعندك دبل ستراند. طيب مستر، واتنين، اتنين دي مجموعه الفوسفيت. حلو الكلام، يبقى واحد دي اوكسرايبوز واتنين ايه؟ فوسفيت. طيب تلاتة يا مستر دي الجوانين. ليه؟ لانها مربوطة بتريبل بوند، اهي في تلاتة بوند قدامك اهو، وهي اللي اعرض من السيتوزين، لان السيتوزين انت عارف ان هي سينجل رينج. وما علينا، يعني مش احنا قلنا واحد دي اوكسرايبوز وش، فانا بختار ما بين البي والسي. طيب اتنين فوسفيت اهو، فانا كده كده هختار سي، حتى لو انا مش عارف ان الباقية دي ايه، جوانين. كده خلاص الواحد واتنين حلوا لي المشكلة، استبعد يعني. طيب if you know that، خلي بالك بقى، if you know that كورونا فيروس اللي هو كوفيد 19 whose genetic material is RNA in light of that answer، خليك معايا، which chemical formula of sugar that is present in nucleotide of nucleic acids. ماشي، مش هو RNA، يبقى C5H10O5. يعني انا هختار ايه؟ ايه C5H10O5. خلي بالك كده، الله يرضى عليك، C5H10O5. ماشي، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، which of the following contain nitrogen element in components of genetic material of virus. مين الفيروس اتفقنا ان هو ار ان اي. حلو، مين بقى في الار ان اي اللي هيبقى شايل نيتروجين element؟ طبعا هيبقى النيتروجين بيس، ايا كان نوعها، سواء ادينين او يوراسيل او ثيمين او سيتوزين. النيتروجين اليمنت موجود جوه حاجه اسمها نيتروجين بيز، اللي هي في حاله الار ان اي اربع انواع، اي يو سي جي. الريبوز ما فيهوش نيتروجين بي، ما فيهوش نيتروجين اليمنت، ولا الدي اوكس ريبوز ولا الفوسفيت، لان انت عارف ده رمزه سي 5 اتش 10 او 5، وده رمزه سي 5 اتش 10 او 4، ودي مجموعه البي او 4. فيبقى النيتروجين موجود في الايه؟ في الادينين. دي ان اي كونسيستس اوف نيوكليوتايدز، طبعا الجمله صح. دي ان ايه ريسبونسبل فور ترانسفيرنج جينيتك كاركتر فروم بيرنت تو اوف سبرينج، طبعا الجمله صح وزي الفل، الجملتين صح وريليتد، يعني مرتبطين ببعض في نفس البوينت. السؤال اللي بعده بقى بيقول لك ايه؟ واتش اوف ذا فالونج ستراكشر از نوت فاوند، واتش اوف ذا فالونج ستراكشر از نوت فاوند ان ذيس فيجر. مين الفيجر ده يا حبيبي؟ الفيجر ده الكروموزوم. كروموزوم يعني ايه يا بابا؟ يعني الدي ان ايه، مفيش حاجه اسمها ار ان ايه جوه كروموزوم. خلي بالك، مفيش حاجه اسمها ار ان ايه جوه كروموزوم. كمان مره، مفيش حاجه اسمها ار ان ايه جوه كروموزوم. كروموزوم يعني دي ان ايه. فماشي، يعني ممكن الاقي مين؟ الاقي فوسفيت دي، ما صح، الاقي مونوساكرايت صح، لان الدي ان ايه فيه سكر سي 5 اتش 10 او 4. الاقي امينو اسيد صح، لان انت عارف جنب الدي ان ايه في بروتين اسمه بروتين الكروماتين. خلي بالك الحصه اللي فاتت، الدي ان ايه في حاجه اسمها كومبلكس بروتين او كونجيجيتد بروتين، كان منهم الاكزامبل الكروماتين اللي هو دي ان ايه مع دي ان ايه مع امينو اسيدز.
فالكروموزوم ده هلاقي فيه امينو اسيد، ده نوع من البروتين او مكونات البروتين، هلاقي فيه منه المونوساكرايد اللي هو C5H10O4، هلاقي فيه الفوسفيت جروب بتاعت الدي ان ايه، لكن استحاله الاقي اليوراسيل، استحاله الاقي اليوراسيل، لان اليوراسيل نيتروجين بيز سبيسيفيك للار ان ايه، والتركيب ده ما فيهوش ار ان ايه، تركيب الكروموزوم ده ما بقاش فيه ار ان ايه، لازم يبقى فيه دي ان ايه. طيب what is the number of types of nucleotides that is common between the DNA وال RNA؟ هبهرك، ثلاث عيال شويه عيال متخلفين، هيقول لك يا مستر ايه الكومن نيوكليوتايد ما بين الدي ان ايه وال RNA؟ ايه والسي والجي، ثلاثه يا مستر حلوف يا كبير وهتجيب صفر اخر السنه، زيرو، فيش ولا نيوكليوتايد مشتركه ما بين الدي ان ايه ولا الار ان ايه. مستر في ثلاثه يا مستر، اي وسي وجي، يا حبيبي دي نيتروجين بيزز مشتركه. لو قلت لك ايه الكومن تايبس اوف نيتروجين بيزز، كمان مره يا حبيبي والنبي عشان السؤال ده حلو اخر السنه، لله لله، كومن تايبس اوف نيتروجين بيزز، كومن تايبس اوف نيتروجين بيزز بتوين الدي ان ايه والار ان ايه، الار ان ايه الاي والسي والجي، حلو الكلام. الكومن نيوكليوتايد ما بين الدي ان ايه وما بين الار ان ايه زيرو، مفيش نيوكليوتايد مشتركه ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، لان النيوكليوتايد بتاعت الدي ان ايه فيها دي اوكس ريبوز شوجر، النيوكليوتايد بتاعت الار ان ايه فيها ريبوز شوجر مش دي اوكس ريبوز، فخلي بالك السؤال ده يغفلك. النيوكليوتايد المشتركه زيرو، النيتروجين بيزز المشتركه ثلاثه. بص بقى from the opposite figure diagrammatic figure from the opposite diagrammatic figure what does figure X represent؟ حلو، سيل جواها نيوكليس جواها كروموزوم، ماشي، الكروموزوم ده عبارة عن الجين، الخط ده الجين، يبقى X ده مين؟ نيوكليتايد، X دي نيوكليتايد، اللي ما بين الاكس وما بين الكروموزوم ده الجين، اللي ما بين الاكس وما بين الكروموزوم ده الجين، يبقى اصغر حته في الموضوع هي النيوكليوتايد، اكس دي اصغر حاجه، واصغر حاجه في الموضوع المونيمر اللي هو النيوكليوتايد. Which of the following is similar to DNA in presence of phosphorus element in its structure؟ مين في دول عندهم فوسفورس زي الدي ان ايه؟ طبعا الفوسفوليبيد والكازين، يعني ايه وسي صح، لكن الجلايكوجين كربوهيدرات ما فيهوش فوسفورس، الجلايكوجين كربوهيدرات ما فيهوش فوسفورس، فيبقى الاجابه الصح ايه؟ الفوسفوليبيد فيها فوسفيت جروب، والكازين بروتين فيه فوسفورس في تركيبه زي الدي ان ايه، فالناس اللي عندها فوسفورس في تركيبها لحد دلوقتي اي تي بي اي دي بي فوسفوليبيد كازين دي ان ايه، في خمس حاجات انت درستهم في منهجك فيهم فوسفورس، اي تي بي والاي دي بي والكازين والفوسفوليبيد والدي ان ايه وكمان الار ان ايه، ادي ست حاجات عندهم فوسفورس يا مسهل. بيقول لك ايه رات الفار عقبال امالتك ديفر فروم رابت، مختلف عن الارنب، بيكوز ذا سيل اوف ايتش وان اوف ذيم كونتين، ايه اللي يميز الفار عن الارنب؟ ان دي ان ايه بتاعهم مختلف، السيكونس بتاع النيوكليوتايد مختلف، دي ان ايه مختلف، السيكونس بتاع النيوكليوتايد مختلف، ديفرنت سيكونس اوف نيوكليوتايد مش ديفرنت ان اورجانيك ماتيريال، ان اورجانيك مولكيول، الان اورجانيك مولكيول الميه والصوره، هل الميه اللي في الارنب مختلف عن الميه اللي في الفار؟ ديفرنت سايز اوف اورجان، ديفرنت لارج سايز اوف اورجانيك مولكيول، هل الشجر اللي موجود هنا غير الشجر اللي هنا؟ هل الفاتس اللي هنا غير الفاتس اللي هنا؟ ديفرنت مولكيول اوف ليبيد؟ طبعا لا، هو اللي بيبقى بيميز كائن عن التاني الدي ان ايه بتاعه. Which of the following substance contain nitrogen element and enter in structure of RNA؟ النيتروجين element يا جدعان بيبقى موجود جوه النيتروجين بيزز، نيتروجين بيزز اللي هي هنا في حاله الار ان ايه تبقى اليوراسيل، لكن الثيمين دي ما تنفعش لان الثيمين دي بتدخل في تكوين الدي ان ايه والسؤال عايز ار ان ايه، الريبوز طبعا ما فيهوش والدي اوكس ريبوز ما فيهوش، فيبقى النيتروجين اليمنت بيبقى موجود في قلب النيتروجين بيز، قال لك بقى نيتروجين بيز تخص الدي ان ايه يبقى تختار حاجه فيها التي مثلا، تخص الار ان ايه يبقى ايه اليو. السؤال اللي بعده which of the following substance contain nitrogen element and enter the structure of DNA؟ لسه قايل نقطه الثيمين، الثيمين طالما دي ان ايه. طيب السؤال اللي بعده the nitrogen base T is similar to nitrogen base U in general shape، الشكل العام بتاعها، الشكل العام بتاعها اللي هو الشيب بتاعها، لو انت بصيت على الملزمه التي سنجل رينج كده واليو سنجل رينج كده، هما الاثنين رفيعين، سايت اوف بريزنس ما تنفعش،
لان التي موجود جوه الكروموزوم جوه النيوكليس، واليو موجوده جوه السيتوبلازم. الاستراكشر استراكشر دي تي ودي يو. طيب شوجر زي ويتش بايند تو التي سي، السكر بتاعه سي 5 اتش 10 او 4، اليو سي 5 اتش 10 او 5. فيبقى هما مختلفين عن بعض فين؟ في الشيب، في الشيب يا رجاله. وكده يبقى البارت الاولاني خلص بتاع السمري باسئله المعاصر، واستنونا في البارت التاني، ويا رب يبقى بالتوفيق، وسلام عليكم.